دخول المهندسة في قاع المقاولات أكبر تحدي ممكن تواجهه، وخصوصاً بما يتماشى مع رؤية المملكة، والتغلب على هذه التحديات بالصبر والإصرار والتحدي لكل الصعوبات. أنا ممتنة كوني جزء من فريق هندسي في نسمة وشركائهم. ساهمت في مشاريع كبيرة مثل نيوم وسندالة والعلا، وحققت دور عظيم في إتمام المشاريع بنجاح، وهذه المشاريع عززت من مهاراتي القيادية في مجال الهندسة. أهم نصيحة أقدمها لك هي الثقة بالنفس والإيمان بقدراتك. حافظي على تطوير مهاراتك الفنية والقيادية، هكذا ستنجحين.